لا جميلة مش هقدر. بفضل طول عمري لان انا لما بطلع اقولها بقولها على بينه، يعني بعد ما بوصل لنتيجه فبطلع اعلن وجهه النظر وادافع عنها وهاجم بضرب، فما ينفعش اتراجع. يعني انت اوريدي وصلت لمرحله القناعه، فالقناعات يعني ان انت اصبح مبدا، فما ينفعش اتراجع فيه. انا كان سؤالي يعني سالك، شايف التقلبات اللي بتحصل في الاهلي يعني بالذات في المدرب سببها ايه؟ او سببها ان هم دول مش اعلاميين، ثانيه تقلب. يعني النهارده اقول راي بالظبط، اصل الراي يعني ايه؟ الراي نوعين، راي مبني على خبر فده اسمه تعليق، فازاي ارجع في تعليق عن خبر انا متاكد منه؟ يعني النهارده مثلا انا راجل في نهايه 2009 واوائل 2010 قبل انجولا 2010 طلعت التقارير جهاز مركزي محاسبات اللي فيه مخالفات ملايين الجنيهات، وقعدت بقى على الشاشه لمده 3 4 شهور رغم انهم خدوا كاس امم بعدها، وفضلت مصر لغايه ما حسن صقر حول الناس دي للنيابه العامه، نيابه الاموال العامه في شهر يونيو 2010، وبناء عليه رجع 22 مليون جنيه خزنه الاتحاد الكوره والدوله، ونفسه في شهر 8 ودي من الحاجات اللي استندت عليها في القضيه خدت براءه، هو نفسه اعترف حسن صقر ان التحويل للنيابه ده اعاد للدوله 22.5 مليون جنيه. فالنهارده ازاي اطلع اقول الناس دي مش مخالفين؟ يعني ازاي النهارده اطلع بعد ما قلت الناس دي سارقين وعاملين ومخالفين واجهزه رقابيه بتحقق اطلع اقول لا ده طلعوا براءه اصل مرجعوا الفلوس؟ اذا ده راي ما ينفعش اغيره لانه مبني على معلومات، وفي تعليق مبني عن فكره موجوده قدامك فانت بتقول وجهه نظرك فيها، دي تحتمل الخطا او الصواب نتناقش فيه. يعني ممكن اطلع اقول وجهه نظري في موقف ما، احنا دلوقتي بنتكلم في السياسه بنقول وجهات نظر، ممكن يبقى في حاجات مش واصلاك معلومات مختلفه، ممكن لما تجيلك الحاجات دي تغير وجهه نظرك غير لما تبقى باني راي عن موقف معين، فالتغيير فيه غير قابل. في الرياضه ناس كتير بتغير اراء حسب مصالحهم، وما ينفعش النهارده اقول انا اعلامي على الشاشه ونازل انتخابات اتحاد الكوره. لا يعني عايز اقول لك انه ازاي ابقى نازل انتخابات اتحاد الكوره واعلامي على الشاشه وانا بقول ان انا محايد؟ ازاي ابقى شغال مدير اعلام في اتحاد الكوره وبطلع على الشاشه اقول ان انا محايد؟ يا اما انا راجل اهبل يا ناس هبل. يعني ما بالمنطق يا جماعه، يعني المكان اللي انا بشتغل فيه وباخد من خزنته فلوس او بسافر على حساب، يعني حضرتك شغال مثلا في جورنان النادي الاهلي ما ينفعش تغطي هنا النادي الاهلي، يعني ما ينفعش تجيب فيتو تغطي النادي الاهلي، لان انا بروح هتلاقي اوريدي انت بتروح تقبض من خزنه الاهلي، فهتلاقي مدير الاعلام في الاهلي بيقول لك والنبي لو سمحت في خبر بس مش عايزين نتكلم فيه دلوقتي او عايزين نشد غصب عنك. انت معايا من المقصه كتير، اشتغلت في اعلام المقصه ما تشتغلش معايا في البرنامج الكوره والله ومش غلاسه فيه، مش غلاسه عليك لان في النهايه غطي حاجه ثانيه ما تغطيش المقصه، عشان ما شغال معاهم في المقصه ما تغطيش المقصه. ليه؟ هتبقى انت في حرك شديد ما دام بتقبض ودخلت الفلوس في الموضوع، فكان ده دايما اختلافي. ما تجيش تقول انا اعلامي محايد، يعني ايه اعلامي محايد؟ يعني انا بشغال في وزاره البترول او بقبض مستشار اعلامي لوزاره البترول واكتب في الاهرام عن وزاره البترول؟ تمام انا بس صح في اعلاميين مرتشين، تمام زي ما في اطباء مرتشين وفي اوضاع مرتشين وفي مهندسين مرتشين وفي سياسيين مرتشين في كل مكان في الدنيا، في اعلاميين صحفيين مرتشين طبعا طبعا، بس الرشوه مش ان انت تاخد بس فلوس، ممكن تسافر سفريه، ممكن تعمل لك عضويه، ممكن يروح لك ينزل لك فندق، ممكن يعني وكنت انا من الناس ضد فكره ان رجل اعمال لمجرد ان رجل اعمال يبقى رئيس نادي. ايه اللي استفادته الرياضه يعني من رجال اعمال؟ يعني ممدوح عباس في الزمالك وعفة السادات في الاتحاد وكمال ابو علي في يعني قول لي ايه الميزه اللي كسبتها الرياضه في فرق؟ يعني بص في فرق بين ان انا اصرف على بيتي واطلع ابني بايظ، وفي فرق ان انا بقاش اصرف على بيت ببزخ لكن عامل منظومه في بيتي سليمه. يعني كمال ابو علي صرف على النادي باحترامي ليه، يعني انا كنت معترض عليه لسببين. اول سبب انه لا تتوفر فيه شروط الترشح وما هوش مؤهل عالي، فقلت لو هو ملاك من السماء وطالما القانون كده ما ينفعش اخالف القانون لمجرد انه بصرف. الحاجه الثانيه رجل اعمال او رجل زبال يتساوى عند الاثنين اذا كان هيعمل سيستم للنادي، لو انا مش موجود النادي يمشي. في مثل صيني بيقول لك ما تدينيش سمكه وعلمني الصيد. طب انت بتديني النهارده مليون جنيه اقدر اوكي وبسافر بلبس لبس جديد وعندي احسن لعيبه في مصر، طب حضرتك لما تمشي بعد سنتين مت، يعني سيد متولي مات
طب هتعمل ايه؟ طب النادي يمشي ازاي؟ ممدوح عباس دلوقتي بقاله في الزمالك 7 سنين صح؟ طب هيمشي من نادي الزمالك خراب. طب هو ليه ما عملش سيستم يدر داخل نادي الزمالك بعيد عنه؟ يعني سواء مكمل مش مكمل، بس هما فكرتهم طول ما انا موجود يبقى النادي محتاجني باستمرار، فافضل مستمر جوه النادي. فكان دي فكره رفض الرجال الاعمال. هو مين يعني ليه قذر كده برضه؟ يعني في الالفين جديد. مين ايه؟ مين افضل رئيس نادي الالفين جديد؟ من سنه 2000؟ أسئلة دي اسئله بتطلعني قدام الناس متشائم واسود، لان هقول لك مش لاقي يعني 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 هقول لك هقول مين اللي لو قلت لك اسم ابو جامد يعني فرج عامل مثلا مش محمد سلام او حسين صبور في السلام محمد سلام مثلا. لا اصلا دايما بقيس النجاح على الانديه الجماهيريه، ماليش دعوه انديه الشركات او المؤسسات او الانديه الخاصه دي، انا ما بعتبرش ده نجاح. لو هعتبر النجاح ده بيزنس، ده بيزنس يعني هو بالنسبه له بيزنس، مش هدفه ان تنميه التطوير الكوره ولا ولا الناس تشجع وتحب قوي وادي دجله او المقص او دي انديه بيزنس صح. يعني الاهلي والزمالك لما حصل الدروب الاخير ما سابتش اللعيبه، ممكن حاولت تقلل اخرت الفلوس، لكن انديه البيزنس مشت اللعيبه. يعني جه وادي دجله قال ولا لعيب صح، دي المقصة مشى، يا اما تنزل لغايه 600,000 يا تمشي. لا لانه بالنسبه له ده بيزنس، مش هدفه تطوير الكوره وامتاع الناس لا. فعشان كده بقول لك خلي القياس على الانديه الجماهيريه.